بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بي معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نبدا مع بعض درس جديد من دروس الساينس ل بريب 3. احنا عندنا في يونت 4 ليسن 2 درس اسمه سيكشوال اند اسيكشوال ريبرودكشن. ده اخر درس عندكم، وهو درس في الحقيقه سهل جدا، وبيكمل الليسن اللي كنا بدانا فيه بتاع الديفيجن. كنا خدنا احنا درس اتكلمنا فيه عن سيل ديفيجن، وقلنا ان السيل ديفيجن مقصود بيه انقسام الخليه، وان السيل تتقسم ل other numbers of cells، يعني ان هو يتقسم مثلا ل 2 سيلز، يتقسم مثلا ل 4 سيلز. فاكرين كان في السوماتيك مثلا كان بيتقسم بالطريقه اللي اسمها ميتوتيك، فالميتوتيك كان بيطلع 2 سيلز. عموما ده كله هنناقشه في الريفيجن. خلينا نبدا في درس اسمه سيكشوال اند اسيكشوال ريبرودكشن. واحنا محتاجين نتكلم شويه عن كلمه ريبرودكشن قبل ما نفهم يعني ايه سيكشوال واسيكشوال. كلمه ريبرودكشن يعني التكاثر، ان يحصل تكاثر في الليفنج اورجانيزمز. يعني مثلا انت عندك زرعه معينه، عندك شجره برتقال مثلا، فشجره البرتقال دي تبقى 20 شجره، ده اسمه ريبرودكشن ان بلانت، يعني ده ريبرودكشن في البلانتس. عندنا مثلا ريبرودكشن في الهيومن، ان فلان يتجوز فلانه فيخلفوا طفل صغير، ده كده حصل تكاثر او ريبرودكشن ان هيومن. في ريبرودكشن مثلا ان انيمال، انت راجل عندك مزرعه فراخ فبتربي فراخ مثلا، فبيحصل تكاثر بين الميلز والفيميلز ويبتدي يبقى في انتاج لده اوف سبرينج. كلمه اوف سبرينج او انديفيديوالز ده مقصود بيه الافراد الجداد اللي هم هيجوا في العيله دي. فخلينا نتكلم عن ذا مينينج اوف ريبرودكشن، عمليه الريبرودكشن نفسها. ريبرودكشن بروسيس، كلمه ريبرودكشن It is a biological process، هي عبارة عن عملية بيولوجية، يعني حاجة بتتم في الكائنات الحية. Where the living organism، اللي living organism فيها produce new individuals، يعني بينتج أفراد جداد of the same kind، يعني من نفس النوع بتاعه، and thus ensuring continuity، يعني بيزود فرص استمرارية الكائن ده في الحياة. في العموم احنا عندنا أهمية للريبرودكشن، أهمية لعملية التكاثر. التكاثر ده حاجة مهمة علشان الكائنات تفضل تستمر. ولكن لحظة، هو مهم ليه؟ مهم لأنه هو produces، because it produces the reproduction بقى. It produces new individuals، بينتج أفراد جداد of the same kind، من نفس النوع. And preserve them from extinction، لأن أنت عندك حاجة اسمها extinction. إيه الاكستنكشن ده؟ إن الانقراض. أنا الوقت عشان أحمي الكائن ده من الانقراض لازم يعمل عملية ريبرودكشن. طيب هل الريبرودكشن يا مستر كله بيتم بنفس الطريقة؟ يعني هل مثلا الريبرودكشن ده بيتم بطريقة واحدة، مثلا ان الميل يتجوز الفيميل فيخلفه؟ لا طبعا، في انواع من التكاثرات او الريبرودكشن. يعني عموما الريبرودكشن نوعين، types of reproduction، انواع التكاثر. في نوع اسمه asexual، وفي نوع اسمه سيكشوال. قبل ما نفهم الاسيكشوال خلينا الاول نتكلم عن الايه، عن السيكشوال اللي هو النوع الايه اللي هو بنسميه سيكشوال. ايه النوع السيكشوال ده؟ النوع السيكشوال ده بيتم عن طريق ان في ميل، ايا كان الميل ده بتاع ايه، يعني هيومن، مونكي، دونكي، ايا كان الميل ده ايه، حتى لو بلانت. خدنا في تانية اعدادي ان في ميل فلاور وفي فيميل فلاور، وبيبقى بيتم بين ميل وبين فيميل. طيب وكنا خدنا في الدرس بتاع السيل ديفيجن ان لما الميل جاميتس، اللي هي صفات نص صفات الميل يعني مع نص صفات الفيميل، يتجمعوا مع بعض ويكونوا لنا حاجه اسمها زيجوت. فالزيجوت ده كان هو السيل الجديدة، the first cell اللي هتكمل الكائن الجديد او هتعمل الكائن الجديد. طيب عشان بقى نكمل لازم نفهم بعد كده برضو الاسيكشوال. يقول لك بقى الاسيكشوال ده نوع غريب جدا، ده نوع بيتم في الكائنات اللي هي اصلا بسيطة جدا، بنسميها single celled living organisms، او it occurs بيحصل by only one living organism. يعني في موضوع الاسيكشوال ده، النوع اللي اسمه asexual reproduction ده، التكاثر اللي بيتم بطريقة asexual،
ده تكاثر بيبقى في الليفنج اورجانيزم اللي عندها اونلي او سوري بيتم في الكائنات اللي هي اصلا ما فيهاش ميلو في ميل، زي البكتيريا مثلا. هي البكتيريا في بكتيريا ميل وبكتيريا في ميل؟ لا طبعا. فان او يعني مش في الاغلب بيكون كده. it occurs by only one living organism وit mostly occurs، دايما بيحصل in single-celled living organisms such as yeast and amoeba. ايه اليست وايه الاميبا هنعرفهم كمان شويه. وطبعا قلنا sexual ده it occurs بيحصل through two living organisms، one is male and the other is female، يعني واحد male والتاني ايه female. طيب بيقول لي هنا ايه it occurs in most higher living organisms، بيتم في الكائنات الراقيه. يعني ايه الراقيه او الراقيه؟ الكائنات اللي هي يعني ايه عندها سيلز كتير. احنا في الليفنج اورجانيزمز بنقول اه ده يعني ده متكون من وان سيل، لا انا كائن، انا هيومن، انا عندي بتاع كام مليون سيل جوه الجسم بتاعي، وبالتالي انا هاير ليفنج اورجانيزم ماشي. فهو بيتم في الهاير اللي هم عندهم سيلز كتير، انما ده بيتم بايه بوان ليفنج اورجانيزم وعنده سنجل سيل، يعني غلبان جدا هو الكائن نفسه. زي مثلا البكتيريا او الفانجس او الكلام من ده هو اصلا عباره عن وان سيل. طيب خلينا نناقش في الدرس ده الاسيكشوال، يعني احنا مهتمين قوي في الدرس ده الموضوع الاسيكشوال ده، الريبرودكشن اللي بيتم في الكائنات البسيطه ده. هو الكائن البسيط ده هيتجوز ازاي؟ هيروح مثلا يدور على لو هو ميل هيدور على فيميل ويعجب بيها؟ لا طبعا، ده كائن غلبان، هو كل اللي عنده كل اللي حيلته سيل واحده وعاوز يتكاثر، فيعمل ايه؟ يعمل حاجه من الخمس حاجات اللي احنا هنتكلم عنهم كمان شويه. بس قبل ده كله تعالوا نتكلم عن what is the meaning of asexual reproduction. Asexual reproduction it's a process by which living organism produces new individuals، بيطلع new individuals with genetic traits identical to those of their parents، يعني identical متشابه مع البيرنت. هو ده شبه مين؟ هو مين اللي كان بيطلع لي سيلز شبه السيلز اللي انا بادئ بيها؟ ده شبه بالظبط السوماتيك. فاكرين لما اتكلمنا في درس السيل ديفيجن وقلنا ان في حاجه اسمها سوماتيك سيل، وان السوماتيك سيل دي بتمشي ميتوسيس او البطاريه اللي اسمها ميتوتيك، فكانت بتطلع لي سيل زيها بالظبط، يعني السوماتيك تطلع سوماتيك. هما بقى ال 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 الكائنات اللي بتتعمل بالطريقه او اللي بتتكاثر بالطريقه اللي اسمها اسيكشوال ريبرودكشن بتمشي بطريقه ميتوتيك، بمعنى ايه؟ ان هي تطلع سيلز او تطلع ليفنج اورجانيزم ايدنتيكال تو ذا بيرنت، بتطلع يعني بكتيريا هتطلع اتنين بكتيريا شبهها بالظبط، نسخه منها وفيها نفس الصفات بتاعتها وفيها نفس الجينات ونفس كل حاجه. طيب نكمل. it occurs in unicellular living organism، كلمه unicellular يعني الكائنات اللي عندها سلايه واحده بس، سل يعني ماشي. و some multi animals، multi cellular animals، بعض الكائنات المالتي بس مش المالتي كتير، يعني اللي هم ايه عندهم سيلز كتير بس مش كتير قوي يعني. طيب اتمنى ما اكونش بشرح بسرعه، انا كده كده الدرس ده كل اللي بنقوله ده ما فيهوش حاجه صعبه، يعني الدرس اصلا مش صعب. فبيقول لي ايه it takes place by mitosis، بيتم بالميتوسيس ديفيجن. يبقى احنا خلاص الاسيكشوال ده بيتم ميتوسيس. يعني ايه ميتوسيس يا مستر؟ ارجع بقى للسيل ديفيجن، سوري لدرس السيل ديفيجن وافهم يعني ايه ميتوسيس. ميتوسيس دي كانت طريقه او تايب اوف ديفيجن كان بيحصل فين؟ كان بيحصل في السوماتيك ايه السوماتيك سيلز، صح ولا لا؟ وكان هدفه ان هو يعمل ايه؟ كنا لو تفتكر الديفينيشن بالظبط، ذا كايند اوف ديفيجن كان نوع من انواع الديفيجن ذات اوكرز ان سوماتيك سيلز، بيحصل فين؟ في السوماتيك سيلز. طيب نكمل. يقول لي ايه it doesn't require special system or structures. في الموضوع بتاع الاسيكشوال ده انا مش محتاج سبيشال سيستم. هو دلوقتي الاسيكشوال ريبرودكشن ده بيتم في الكائنات البسيطه، في المايكرو اورجانيزمز مثلا، في الكائنات الصغيره جدا. ده ما فيهوش ميل وفي ميل وسيستم واعضاء تناسليه وان هو بقى ميل وفي ميل، لا ما فيش الكلام ده. بيقول لي give reason asexual reproduction need neither special system nor structure، ما فيهوش مش محتاج اجهزه خاصه وستراكشر، ان ده اصلا بيتم ميتوتيك. كلمه ميتوتيك دي بتتم في السيلز عشان تطلع سيلز ايدنتيكال ليها، بياخد السيل يقسمها اتنين، مش محتاج يعني سيستم ومحتاج الكلام ده كله. because it take place by mitosis division only through one individual، يعني بيتم عن طريق شخص واحد بس، او مش شخص يعني ليفنج اورجانيزم واحد بس. طيب
It keeps the genetic structure of living organism where it produces individuals identical in genetic structure to the origin organism. طيب ده الاسيكشوال، واحنا فهمنا ان هو بيتم بطريقه ميتوسس، وان هو بيحصل في اليوني سيلولر اورجانيزمز وبيحصل في سام مالتي انيمالز اند بلانتس. احنا في الدرس ده هنتكلم عن ايه؟ احنا في الدرس ده هنتكلم عن تايبس اوف اسيكشوال ريبرودكشن. ومفروض في الدرس ده نفهم 5 تايبس اوف ريبرودكشن، نتكلم عن 5 انواع للريبرودكشن. هنبدا نتكلم عن ريبرودكشن اسمه باينري فيجن، بادنج اللي هو النوع الثاني اسمه ريبرودكشن باي بادنج، ريبرودكشن باي ريجينريشن، ريبرودكشن باي سبور بروباجيشن، واخر نوع اسمه فيجيتيف ريبرودكشن. احنا في الدرس ده هنتكلم عن الخمس حاجات دول. الخمس حاجات دول على فكره اسهل مما تتخيل، احنا في كل واحده مطلوب مننا نعرف ايه الديفينيشن بتاعها والاكزامبلز، يعني نفهم هي ايه الفكره بتاعت الباينري مثلا، ايه الفكره بتاعت مثلا الريجينريشن، ونبتدي ان احنا نعرف الاكزامبلز. فبيجي لي في الامتحان يقول لي مثلا والله الحاجه دي بتتكسر ازاي. طيب عشان نفهم الموضوع اكتر تعالوا نبدا بقى بالتفصيل. نمبر 1 ريبرودكشن باي باينري فيجن. ريبرودكشن باي باينري فيجن ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت عندك، اولا ده بيتم في الكائنات البسيطه جدا، الكائنات اللي عندها مثلا سيل واحده، فهو الكائن قاعد كده يقول لك ايه الملل اللي انا فيه ده، انا عاوز تكاثر. طب يعمل ريبرودكشن يعني؟ طب هو ولا في ميل ولا في فيميل، ده هو كائن غلبان. فيبتدي يمشي بطريقه اسمها مايتوتيك اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، بتسلسل احداث شبه اللي خدناه في السوماتيك، ان هو يضاعف الجينيتك ماتيريال، وان هو يعمل ايه سبليتنج في السيل، ويبتدي يتحول لايه؟ يتحول لتو سيلز، يتحول لايه؟ لاتنين جداد، عن طريق طريقه اللي هي اسمها مايتوسيس. ايه مايتوسيس ديفيجن؟ المايتوسيس ديفيجن ان السيل بتقسم لاتنين سيل. لو انت فاهم الديفيجن هتفهم الراجل ده عمل ايه. طبعا مش راجل، ده بكتيريا، بس هو يعني سيل واحده، هو قسم نفسه اتنين، يعني هو زهقان فقال لك اما اجيب حد اتكلم معاه، فقسم نفسه اتنين، بقوا اتنين جداد. بس خلي بالك ان هما اتنين جداد، الراجل القديم ده خلاص اتكل على الله، ده اختفى كده خلاص. اختفى ليه؟ لان هو اتقسم لاتنين جداد، واحد النحيادي وواحد النحيادي. دول جداد لسه طالعين. طالعين منين؟ طالعين من البيرنت، طالعين من الايه؟ من البيرنت نفسه. بغض النظر عن اي حاجه، يعني لو انت شفت الشكل ده عامل زي القلب صح؟ لو انت الريزوليوشن بتاع الفيديو كويس هتشوف. قولوا لي في الكومنتس هل هو فعلا شكل القلب ولا انا يعني شخبطت كده فطلع قلب بالظبط يعني. المهم يعني نرجع تاني للباينري فيجن. في الباينري فيجن ده احنا قلنا اتس ا تايب اوف اسيكشوال ريبرودكشن، ده نوع من انواع الاسيكشوال ريبرودكشن، وير نيوكليس ديفايدس مايتوتيكلي، بيتم ايه؟ بيتم مايتوتيكلي، ذن ذا سيل سبليت انتو تو ايدنتيكال سيلز. يعني هو نوع من انواع الاسيكشوال اللي هم الخمسه يعني، والنيوكليس في الموضوع ده بتتقسم مايتوتيكلي، ذن سيل سبليت انتو تو ايدنتيكال سيلز، يعني بتتقسم لتو ايدنتيكال ايه؟ ايدنتيكال سيلز. وبيقول ان ده بيحصل فين؟ طيب انا خلي بالك ان انا شغال في الباينري خلاص بقى دلوقتي، ان السيل بتقسم لاتنين. وبيقول لي توكيرز ان يوني سيلولر اورجانيزمز، زي ايه؟ زي كائنات اسمها بروتوزوان. بروتوزوانز دول عيله من عائلات البكتيريا، زي الاميبا، زي باراميسيوم، زي اجلينا. ايه ده الاسامي دي؟ دول اسامي بكتيريات، يعني مستر اميبا، مستر باراميسيوم، دول شخصيات في البكتيريا، كل واحد ليه شكل وكل واحد ليه تركيب، ولكن كلهم بيشتغلوا بالطريقه اللي اسمها باينري. ايه الطريقه اللي اسمها باينري فيجن؟ وبرده سام الجي اند بكتيريا، عشان بيجي في الكومبليت ساعات يقول لي سمبل، سوري سمبل الجي اند بكتيريا. السمبل الجي بتشتغل ازاي؟ يعني الطحالب البسيطه اللي هي بتبقى على شط البحر دي مثلا، او يعني في الووتر الشالو اللي هي القريبه، بيشتغلوا بايه؟ باينري فيجن. ماشي. طيب بيقول لي هنا how does the reproduction by binary fission occur، ازاي الريبرودكشن بيحصل؟ هو بيقول لك ان الريبرودكشن ده اللي من النوع اللي اسمه باينري ده نوع بسيط جدا، يعني نوع بسيط بيتم في كائنات عندها سنجل سيل،
وده بيتم زي ما كانت السوماتيك سيل بتقسم نفسها، ان يعمل ايه، ان هو يبتدي النيوكليس تبتدي تتقسم. حتى لو بصيت على الرسمه دي هتفهم كل حاجه. يقول لك والله احنا هنمشي ميتوتك، اكنك ما تعرفش يعني ايه ميتوتك، يعني هو اكنك انت لسه مش فاهم يعني ايه ميتوتك، ماشي. وبيقول لك ان انا عندي سيل، فالسيل دي هتتقسم اتنين، فلما تقسم اتنين هيبتدي يطلع تو ليفنج اورجانيزمز جداد وهكذا، ماشي. دي حاجه احنا مش محتاجين ان احنا نشرحها كتير. هو بيقول لك ان ده بيتم بيه ميتوسس ايه، ديفيجن. طيب the cell that are result by binary fission are identical to parent. ده give reason ليه، ودايما بيجي في الامتحان على فكره، يقول لك هو ليه اللي بيطلع من الباينري بيبقى identical مع البيرنت. ايوه، ما هو بيتم ميتوسس. ما هو احنا عدنا موضوع الميتوسس ده مليون مره، ان كلمه ميتوسس ديفيجن ده نوع ديفيجن بيطلع سيلز ايدنتيكال تو ذا بيرنت، لان كان بيتم في السيلز اللي هي هدفها كومبنسيشن، هدفها ان هي تعوض الايه، الدامج سيلز. طيب ده كده اول نوع اللي اسمه باينري فيجن، وهو نوع بسيط قوي مطلوب منك تعرف الديفينيشن والاكزامبلز. تعال ندخل في نوع تاني، نوع اسمه بودينج، او في ناس بتنطقه ساعات بودينج، بس بودينج هي الادق. طيب ريبرودكشن باي بودينج يعني ايه؟ يقول لك ان في كائنات بتتكاثر بطريقه غريبه جدا. ان ادي مثلا السل، انا هشرحها لكم الاول في الرسمه وبعدين ايه نقعد نقرا الكلام. ادي السل، السل برضو نفس الكلام، قاعده زهقانه فتقول لك ايه الملل ده لما تكاثر. فتتكاثر ازاي؟ يطلع لها بد، عارف ال 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 يكون واحد دماغه كده اتخبط في دماغه ورمه مطلعه بقليله كده، فيطلع له ايه، يطلع له بد فوق كده، حته طالعه له كده، وبعدين البد ده تروح له حته من النيوكليس، يعني حته من النيوكليس تسافر للايه، للبد ده، او مايجريت تو ايه، تو ذا بد، يعني بتروح له ايه، بتروح له حته من النيوكليس. يعني السيل نيوكليس divides mitotically into two nuclei، يعني بتقسم لاثنين nuclei، nuclei مفرد nucleus، one of them remain in the parent، واحدة بتفضل موجودة جوه والتانية بتروح للايه، migrate to bud، اللي فوق ده اسمه bud. طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ يبتدي يحصل هنا احتمالين، ان البد ده يتفصل ويبقى سيل جديدة، بقت السيل القديمة اهي وبقى في سيل جديدة، البد اتفصل يعني، او ان البد ما يتفصلش، ان البد يطلع له بد جديد. بص كده الرسمه دي، فهمت كده؟ في الاحتمال الاول ان البادي يتفصل فيكون لي الايه، يكون لي البادي الجديد ده، يبقوا اتنين. او الاحتمال الثاني ان البادي ما يتفصلش ويطلع له واحده جديده، وفي الحاله دي بنسميها كولوني، مستعمره، ان حصل ان البادي عمال يطلع له باد، البادي عمال يطلع له باد، ويبقى شكله تحت الميكروسكوب بالشكل اللي انتم شايفينه ده. مفهوم يا شباب؟ النوع الثالث اسمه reproduction by regeneration، وده هنناقشه مع بعض في الفيديو اللي جاي. بتمنى ان تكونوا فاهمين الدرس ده، هو درس ممتع على فكره وجميل، وبيحكي حكايه عن الريبرودكشن في الليفنج اورجانيزمز عموما، واللي جاي الريجينريشن ده بصراحه من اغرب انواع الريجينريشن، او سوري من اغرب انواع الريبرودكشن. بتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين بالشرح، ونتقابل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. لينك الملزمة دي هتلاقوها تحت الفيديو في الكومنتات. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معكم مستر احمد الباشا، باي باي.